أتمنى تكون المحاضرة دي لذيذة شوية أو صغيرة، ونتكلم فيها على تريكس كتير ومواضيع تهم ناس كتير. وموضوع الوجه أنا عارف إن هو موضوع صغير أو حتى ممكن ما تلاقيوش ليه أي سورس، بس هنحاول بقدر الإمكان كالعادة نبسطه للناس ونقول فيه حاجات كويسة. ليه اسمه ران بول ستورز؟ ايه المشكله؟ لانه يمكن في الجامعات بتاعتنا ايام الدراسه او بعد ما تخرجنا حتى ممكن ما تعرفش تلاقي سورس لو، او انك ما بتبقاش عارف ايه الانواع اللي موجوده وامتى استخدم ده وامتى استخدم الويتش ده او ايه الموديفيكيشن اللي ممكن اعمله. فمحاضرتنا النهارده عشان نبسط الموضوع لكل الناس. طيب، أول سؤال المفروض أسأله لنفسي: What do I expect a witch to do for me؟ يعني أنا مستني الويتش ده يعمل لي إيه؟ أو أنا عايز إيه من الويتش ده أصلاً؟ المفروض الويتش ده هيعمل لي أكتر من حاجة. أول حاجة إنه هيعمل لي بروتكشن للجنجفا، لأن أنا الويتش ده بحطه في انتر بروكسيمال أريا، ف المفروض إن هو يعمل لي بروتكشن للجنجفا. أول حاجة هيعمل لي بروتكشن للجنجفا إزاي؟ إن هو يبقى يعمل لي كومبريشن للجنجفا. وانا بعمل الكافيتي بتاعي، البير بتاعي او الستون هيبدا يشيل من التوث، بس هيبقى انا عامل بروتكشن للجنجفا بالوجه. طيب، حاجه تانيه انه يعمل ادابتيشن. يعني يعمل ادابتيشن يعني يخلي الباند والتوث وان يونت، ما فيش اي سبيس بينهم. بمعنى تاني انه يبدا يعمل لي سيل. طيب، الحاجة كمان الأخيرة أو الحاجة الثالثة إنه يعمل لي بروتكشن للسيرفايكال إنامل، خصوصا لو أنا بعمل كلاس 2 وديب شوية وخايف إن السيرفايكال إنامل ده يحصل له فراكشر وأنا بعمل فينيشنج للكافيتي، أو حتى وأنا بعمل الكافيتي بتاعي. فأول حاجة هتعمله سبورت هي الويدج. الحاجة المهمة في وظائف الويدج أو الحاجة اللي أنا عايزها من الويدج فعلا، الحاجة الأساسية هي السيبريشن. يعني إيه سيبريشن؟ يعني هو يبدأ يبعد لي السنتين عن بعض. فكرة إن هو يبعد السنتين عن بعض، البعد ده بيبقى لحظي. يعني إيه لحظي؟ يعني جاست إن أنا شلت الويدج ده هيبدأ يرجع الكونتاكت زي الأول. طيب، إيه فايدة السيبريشن؟ المفروض في كلاس 2 المفروض أنت حصل لوست للكونتاكتس أو التو كونتاكتس، بس خلينا نقول اللي حصل لوست لوان وول. الوول ده المفروض ان هو كان عامل الكونتاكت بتاعتي، فانا بدات احط باند او ماتريكس علشان تبني لي الوول. طيب، الباند دي ستيل ليها ثيكنس، حتى لو كان الثيكنس بتاعها 35 مايكرون او 50 مايكرون، هي ستيل ثيكنس، الثيكنس بتاعها موجود. ففكرتي انه انا ما اعوضش الثيكنس ده هيخلي الكونتاكت بتاعتي اوبن. طيب، فانا مطلوب من الويدج بتاعي ان هو يبدا يعمل لي سيبريشن. سيبريشن يعني ايه؟ يعني يبدا يعمل لي يبعد لي السنتين عن بعض. طيب، البعد اللي هيعمله هيبعده عن بعض ده، او البعد اللي هيعمله بين السنتين، البعد ده احنا قلنا ان هو لحظي. لحظي يعني ايه؟ بمجرد ان انا اشيل وجه الوضع هيرجع زي الاول. طيب، الفورس اللي هيعملها الوجه على التو تيث او الوجنج افكت، هو ده اللي هيعوض لي الثيكنس بتاع الباند، ايا كان الثيكنس بتاع الباند ده ايه. في حاجتين هيعملوا لي سيبريشن، هي الويدج مبدئيا والرينج او الماتريكس. في بعض الناس بتسميها ماتريكس وفي ناس بتسميها رينج، بس يعني خلينا نقول ان هي الرينج. يبقى انا محتاج الويدج عشان يعمل لي سيبريشن، والرينج عشان برضه تعمل لي سيبريشن. طيب، في احد المقالات الحلوه في جامعه تورونتو كندا، كان في دكتوره بتتكلم انه الويدج مطلوب منه يعمل لي سيبريشن، بس مش السيبريشن اللي هو الهورزونتال اللي هو انا بعيد السنتين عن بعض، لا، هو الويدج بيعمل لي روتيشنال سيبريشن، والاعتماد على الهورزونتال سيبريشن بيبقى من الرينج. معنى كده ان انا في كلاس 2 محتاج باند ويدج، محتاج الماتريكس بتاعتي او الرينج. الحاجة التانية إن إحنا قلنا إن الويدج ده الأساسي بتاعي، أو الحاجة اللي أنا محتاجها منه السيبريشن عشان يرجع لي الكونتاكت تاني، رجعت ترجع تايت بعد ما أخلص البيلدنج أب بتاعي. يعني بعد ما أعمل بيلدنج للتوث وأخلص الكومبوزيت بتاعي، أول ما أشيل الباند المفروض الكونتاكت دي ترجع تاني زي ما كانت. رجوع الكونتاكت دي زي ما كانت ده اسمها تايت كونتاكت، ودي أهم حاجة إن أنا في كلاس 2 لازم أرجع الكونتاكت زي الأول أو تكون تايت كونتاكت. طيب، لو ما عملتش ويدج اللي هي نقطه السيل او الادابتيشن، هيبدا يحصل لي حاجه اسمها اوفر هانج. يعني ايه اوفر هانج؟ يعني الريستريشن بتاعتي هتبدا يحصل لها سكيب بين الباند وبين التوث، تبدا تنزل في
توب جنجرال او حتى تنزل تحت المارجن بتاعتي، فيبدا المارجن بتاعتي ما تبقاش سموث. طيب ايه المشكله يعني الاوفر هانج ده يعمل لي ايه لو الروستيشن نزلت؟ ده بالعكس، ده الروستيشن لو نزلت هتبقى حاجه حلوه. لا لا خالص، فكره ان الروستيشن تنزل تحت المارجن هتبقى حاجه وحشه جدا. ليه؟ لان الاوفر هانج هو اولا مش سموث، تاني حاجه هو حاجه ضغط على الجنجفا، فضغط على الجنجفا يبدا يحصل جنجفا انفلاميشن اللي هي السكيولا بتاعت البرودنتال بوكت، وبالتالي في الاخر خالص هيبدا يحصل ريسيشن للجنجفا نتيجه ان حصل بون بلس. طيب الاوفر هانج ده يعني او شكله عامل ازاي؟ لو بصيت على الامالجم بالشكل ده في الصوره دي بعيدا عن الاندو، لو بصيت على الامالجم بالشكل ده ان الوول بتاعك مش سموث. بعد في الصوره الثانيه ان الوول نفسه بقى فلاشد مع التوث، يعني انت طالع بالتوث فلاشد الروستيشن والتوث وان يونت، مفيش اي ستاب، مفيش اي جزء من الروستيشن نزل تحت التوث. طيب دي نقطة، ازاي اختار الوجه؟ ودي احسن حاجة ابدأ اخد بالي منها، انه how to select the wedge، اختياري للوجه هيبدأ هيمنع عني مشاكل كتيرة اهمهم الاوفر هانج. اول حاجة ان انا لازم identify the size وال shape بتاع البكل واللينج والامبريشور. احنا عارفين ان التوث ليها تو امبريشورز، بكل ولينجوال او بكل وبلاتال، وليها تو امبريجرز تانيين اللي هي الانسايزال او الكلوزال امبريجر والسيرفايكال امبريجر. طيب يعني ايه ايدنتيفاي السايز والشيب اوف بكل اند لينجوال امبريجر؟ يعني انا ابدا اشوف الشكل بتاع الشكل وحجم البكل واللينجوال امبريجر عن طريق ان انا ابدا اخد صوره للاوكلوزال سيرفس بتاعي في ميرور اندايركت او دايركت، بس يفضل انها تبقى اندايركت عشان تبقى الصوره واضحه. فكره وجود ان انا اعرف الشيب ده هيقول لي انه السايز بتاع الوجه هيبقى عامل ازاي. طب خلينا نشوف صوره زي دي. مثلا انت عندك هنا بوكال امبريجر وعندك هنا بلاتال امبريجر، دي الشيبس بتاعتي. هيقول لي ايه؟ هيقول لي انهي واحد، انهي امبريجر هو الاوسع، وبالتالي معنى كده ان انا بعمل انسيرشن للوجه بتاعي من الامبريجر الاوسع مش من الاضيق، من الاوسع. يعني ايه؟ يعني لو الاوسع بتاعي البلاتال هدخله من البلاتال، اعمل له انسيرشن من البلاتال، لو الاوسع بتاعي بكل هعمل له انسيرشن من البكل. مفيش حاجه اسمها ان انا هعمل له بكل شويه او لينجوال شويه، لا خالص مفيش حاجه اسمها كده. انا ببدا اختار اشوف الامبريجر، اعمل اسسمنت للبكل والبلاتال امبريجر بتاعي عشان ابدا اعمل اشوف هعمل انسيرشن للوجه بتاعي من ان اكبر امبريجر. الحاجة التانية إن أنا أعمل ايدنتيفيكيشن للسايز والشيب بتاع الجنجيفال امبريز. الجنجيفال امبريز ده بداية الكونتاكت اللي هتبدأ تطلع لي، اللي هي ساعات الناس بتتكلم عليها إن هي البروفايل أو الإمرجنس بروفايل، خصوصًا في الأنتيريور أكتر الكلام على الوضع ده. بس لازم أبقى عارف الجنجيفال امبريز السايز والشيب بتاعه إزاي. طب ده أنا هعرفه إزاي؟ المفروض آخد إكس راي. الإكس راي اللي هتبدأ تقول لك إنه الكونتاكت دي حلوه جدا او وحشه جدا هي البايت وينج اكس راي. مش هينفع تاخد البريبك العاديه خالص، البريبك بس اخدها بالتكنيك اللي هو البايت وينج. طيب عايز تشوف في الصوره، بص مثلا كده على الالوان دي. الالوان دي بتقول لك انه السايز بتاع الجنجيفال امبريجر السايز والشيب مختلف بين الاسنان، مش كله متساوي. دي نقطه مهمه بعيدا عن الالوان اللي انا حاططها، الالوان دي ما بتعبرش عن لون الوجه خالص، هي الوان بس للتوضيح. لازم ابقى عارف الهايت او الشيب والسايز بتاع الجنجيفال امبريجر، ليه ده هياثر لي على الهايت او السايز كمان بتاع الوجه اللي هبدا اختاره. في نقطه مهمه جدا قبل ما ابدا ابني الكروس تو بتاعي، ان انا ابدا اعمل تراي ان للوجه. يعني في حاجتين بنعملهم وانا بعمل كلاس 2، حاجتين مهمين جدا بعملهم تراي ان. بعمل تراي ان للوجه من غير الباند علشان اشوف الوجه ده عامل سيل كويس بينه وبين او ادابتيشن، اللي هي السيل عامل ادابتيشن بينه وبين الجنجيفال مارجن او السيرفايكال مارجن بتاعه كلاس 2. والحاجه الثانيه ان انا ببدا اشوف هو عامل سيل والهايت بتاعه ايكوال او التب بتاعته اعلى نقطه في التوب، سوري اعلى نقطه في الوجه على عند الليفل بتاع الجنجيفال فلور ولا لا. لازم اعمل ويدج تراي ان. ويدج تراي ان ده مهم جدا. بعمله ازاي؟ بعمل انسيرشن الويدج بتاعي مره من البكل ومره من اللينجوال. اكتر
سيل هيبقى موجود الويدج عامله بين وبين الوول اللي جنبه ده، ده في الكلاس تول عادي خالص، مش كلاس تول ديب مارجن اللي بتكلم في العادي خالص. اكتر سيل هيبقى معمول بين الويدج وبين التوث، هقول ان المكان ده هو الاوبتيمم بليس ان انا ابدا احط اعمل انسرشن للويدج منه. جربت ان انا اعمله من البكر ما عملش سيل، جربه من البلاتر عمل سيل احسن، فهنا بنقول انه الويدج الانسرشن بتاعه هيبقى من البلاتر. يبقى لازم اخد بالي دكاتره انه لازم اعمل تراي اند الويدج قبل ما اقرر ان انا اصلا احط الباند. دي نقطه. النقطه بتاعت الباند ده موضوع تاني خالص، بس خلينا نقول هند صغيره عنه، ان الباند بتاعتي المفروض تبقى تحت السيرفيكال مارجن او تحت الجنجيفال مارجن بتاعتي بنص ملي لواحد ملي عشان تبدا تعمل سيل كويس. الباند مش هيقدر يعمل سيل، هو الوجه هيزنق الباند في التوث علشان يبدا يعمل سيل. ايه انواع الويدجز اللي موجوده في السوق عندي؟ في انواع كتير قوي، اهمهم على الاطلاق الودن ويدجز. طيب يبقى عندي ودن ويدجز، عندي بلاستيك ويدجز، عندي حاجه اسمها 3 دي ويدجز، وساعات الناس بتسميها اناتوميكال ويدجز. ايا كان المسمى انا لازم ابقى عارف يعني ايه اناتوميكال ويدجز. اناتوميكال ويدجز يعني الوجه ده ديزايند بطريقه تحترم الكونتور بتاع الاسنان. طيب في انواع ثانيه هنتكلم فيها لوحدها. طيب الودن ويدج، الودج الخشب السهل ميزته واحسن حاجه فيه ان هو رخيص، ارخص حاجه. الحاجه كمان المهمه جدا الخاصه بالودن ويدج اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، ان هو هيعمل لي سيباريشن قوي جدا. السيباريشن ده عشان يعوض الثيكنس بتاع الباند، دي نقطه مهمه جدا. ما تجيش تبني كلاس 2 عادي خالص تحط ويدج وباند وتيجي تقول لي اصل الويدج، انت قلت احمد سعودي قال ان الويدج ده هيعوض الثيكنس بتاع الباند فالكونتاكت بتاع تايت. لا، احنا قلنا لازم تلات حاجات، باند ويدج والرينج او الماتريكس. طيب حلو قوي، احنا بنتكلم على الماتريكس اللي هي اللي بنستخدمها مع السكشنال او الساد الماتريكس، مش الكليب، مش الكليب. رينج زي الدريزن رينج او الانا رينج او الدنت سبلاي رينج او البالو دنت او حتى الجرشو، بنتكلم على الويدج اللي هتديني سيباريشن اقوى. الودن ويدج الميزه دايما انت بتدور على السعر، هو ميزته ان هو سعره رخيص مش مهم. الميزه اللي انا اساسيه اللي انا عايزها من الودن ويدج ان هو يعمل لي سيبريشن قوي، يعمل لي سيبريشن قوي. الفورس اوف سيبريشن هنا هتعوض لي الثيكنس بتاع الباند ايا كان الثيكنس بتاع الباند ده قد ايه. طيب يعني لازم تبقى عارف ان الويدج الوحيد اللي بيعمل ترو سيبريشن هو الودن ويدج. كل الانواع الثانيه بتعمل ادابتيشن ويمكن some sort of separation، بس اللي بيعمل true separation او separation الكتير هو الودن ويدج. طيب يبقى قلنا مهمه الويدج انه يعمل لي بروتكشن للجنجفا، خصوصا ان هو يعمل لي كومبرشن للجنجفا. الحاجه الثانيه هيعمل لي بروتكشن للسيرفايكال انامل عشان ما يكسرش، هيعمل لي ادابتيشن عشان يبقى عامل سيل بين الباند والتوث ستراكشر في كلاس 2، والحاجه المهمه الاساسيه انه يبدا يعمل لي separation فورس عشان يعوض الثيكنس بتاعت الميتال باند او حتى الكلير باند. الودن ويدج بيجي لك بالشكل ده عادي خالص، بيبقى تراينجلر والبيز بتاعته ما بتبقاش فولد، بيبقى فيه بيز للتراينجل. البيز للتراينجل دي، البيز دي بتبقى ناحيه الجنجيفا، يعني هو مثلث واخد شكل الامبريشن. الفلور بتاعته بتبقى سموث، فهي بتبدا تعمل كومبريشن على الجنجيفا. طبعا دي مشكله في بعض الحالات اللي هتركب فيها رابر دام، تيجي تعمل انزيشن الويدج تلاقي الرابر دام يا اما اتقطعت يا اما الرابر دام الشيت عمل فورس على الويدج فطرد لك الويدج بره الكافيتي اصلا. المشكله دي بداوا يتفادوها في الاناتوميكال ويدجز او حتى في بعض البلاستيك ويدجز، ان هو يعمل البيز اللي انت كنت بتقول سموث او مصمطه يعملها هولد وفرغها علشان تبدا تاخد شكل الجنجر. فهو الويدج لما نيجي نتكلم عليه الاناتوميكال ويدج او الدايموند ويدج، لما يجي يعمل سلايدنج على الجنجفا اوريدي في سبيس تحت، فالسبيس اللي تحت ده هيعدي على الجنجفا من غير ما يعمل اي مشكله، من غير ما الجنجفا تطرد. طيب يبقى الودن ويدج هو تراينجلر ان شيب، البيس بتاعته هي اللي بتبقى على الجنجفا، والتب بتاعته بتبقى ناحيه الامبريشن. زي في الصوره كده انت بتختار انهي ويدج، بتختار زي ما اتفقنا الشيب والسايز بتاع الباك والبلاتال امبريجر، وكمان بتختار على اساس الشيب والسايز بتاع الجنجيفال امبريجر. طيب
وجدوا انه الودن ويدج ده مش هينفع في كل الحالات، يعني هو حلو بيعمل سبريشن ويعمل فورس وكل الحاجات الحلوه دي، بس في مشكله كبيره الودن ويدج ما بيحلهاش، خصوصا في الديب مارجن، حالات ان حصل لوس للسبايكل انامل والتوث بتاعت المارجن بقت اكو جنجيفال اصلا جنجيفال. فانا هنا بقيت محتاج ان السنه بتاعتي ما بقتش سموث او ما بقتش كونفكس، بدا يحصل لخبطه حتى في حالات البيتشنج، البيتشنج اللي هو بدا المارجن بتاعتي تبقى الريجولر بيتشنج، يعني حصل لوس للسيرفايكال انامل في المارجن بتاعتي بقت الريجولر ما بقتش ريجولر. فهنا انا عايز انا عايز ويتش يبدا ياخد لي الشكل ده او ديزاين بشكل واخد نفس الاناتومي بتاع التوث في المنطقه دي. وهنا كانت الصيحه بتاعت الاناتوميكال ويدج، لانه اوريدي الوضن ويدج ما تعرفش تعمل له موديفيكيشن في الحته دي ان هو مش هينزل تحت. طيب الاناتوميكال ويدجز ده او ساعات بيسموه 3 دي ويدجز، منها مثلا الدايموند ويدج بتاع بايوكلير، في بالودنتال بلس ويدجز، في الفيوجن ويدجز بتاعت الكارتون، وفي حاجه اسمها الويف ويدجز، يعني هي انواع كتير باشكال مختلفه، كل شركه بدات تعمل شكل مختلف. خلينا نتكلم عن البايوكلير ويدج او الاناتوميكال ويدج. احنا اتفقنا ان هو عايز ايه من انا من الاناتوميكال ويدج ده والبايوكلير ويدج والدايموند ويدج. عايز انا اقول دلوقتي بدا يحصل لوس للسيرفايكال انامل، بدا يحصل الكونتور ما بقتش مظبوط، التوس المارجن بتاعتي بقت سب جنجيفال، فانا محتاج حاجه تبدا تعمل لي انجيجمنت للمارجن او تبدا تبين للمارجن. الودن ويدج مش هعرف يعملها، خلاص خلص الودن ويدج مش هينفع في الحاله دي دلوقتي. بس في نقطه مهمه، مش هينفع دلوقتي ليه؟ لان انا في الاخر لازم وانا ببني بلس 2 في الديب مارجن بالذات لازم ابدا ابني التوس لليفل اقدر احط فيه وضن ويدج علشان ابدا اعوض الثيكنس بتاع البيت. يعني ستيل وضن ويدج لازم هتستخدمه، بس مش الستيب الاولى، الستيب الثانيه او الثالثه. فين؟ لما يكون عندي ديب مارجن، وده موضوع كبير يعني مش النهارده، مش موضوعنا النهارده. طيب الاناتوميكال ويدج بدا ديزاين برابر، يبقى رابر اكتر او بلاستيك، بحيث ان هو يتضغط في الكونتاكت، فلما يتضغط عادي من غير ما يتكسر، واول ما يبدا يعدي الكونتاكت يبدا يحصل له ريباوند. ريباوند يعني ايه؟ يعني يبدا ياخد شكله الاساسي، يعني فكره انك بتعمله في الكونتاكت او تحت المارجن هيدخل يتضغط يعدي يتزنق كده ويعدي وبعدين يتفرد في الاخر يحصل له ريباوند تاني. طيب يبقى الميزه الاساسيه ان انا هقدر استخدمه في لو الحاله بتاعتي دي مارجن. طيب هل الدايموند ويدج بيعمل لي فعلا ترو سيبريشن؟ هو بيعمل سلايد سيبريشن، ما بيعملش الترو اللي انت محتاجه من الوضع ويدج. طيب السيبريشن هنا الفورس اللي انا محتاجها، مش انت قلت دلوقتي انت عايز فورس سيبريشن عايز تحتاجها عايز تعملها؟ طب انا هبدا اعوض الفرق الفظيع بين الوضع ويدج والدايموند ويدج ازاي؟ او حتى مش دايموند ويدج بس، الاناتوميكال ويدجز كلها هبدا اجيب الفورس دي منين او السيبريشن ده منين؟ هي هنا بقى دور الرينج او الماتريكس. الرينج هي اللي هتبدا تعوض لك الفرق الفظيع في السيبريشن فورس بين الدايموند ويدج والوودن ويدج. طيب يبقى اول ميزه انه الاناتوميكال ويدج ده ديزاين بشكل ياخد شكل الكونتور بتاع السنه ميزيال او ديست. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت كنت بتقول دلوقتي ان الوودن ويدج البيز بتاعته سموث بس مفرغ، لا هو صلب، فلما يجي يتحط على الكونتاكت على الجنجفا اعمل لها كومبريشن. طيب في حالات انا مش محتاج ده، انا محتاج ان الخصوب دي مارجن، انا محتاج ويدج يعدي فوق الجنجفا من غير ما يبدا يعمل كومبريشن ليها، لان انك لو عملت كومبريشن هتلاقي الويدج طلع تاني بره. فالميزه الثانيه بتاعنا عندنا كالويدج انه بقى غلط من تحت، يعني بدا يحصل ان الويدج ده يبقى مفرغ من تحت. طيب دي نقطه مهمه جدا، اشكال مثلا دايموند ويدج بتاعت بايوكلير ديفرنت سايزز. خلينا ناخد ويدج كده نبص عليه، مثلا انه التب بتاعتي لو بصيت على التب شكل التب عامل دايموند شيت، احنا اتفقنا الويدج ده هيبدا يدخل من الكونتاكت يتزنق، وبعد ما يتزنق هيحصل له سلايد او يحصل له سوري ريباوند تاني، يعني هيبدا يرجع لشكله الطبيعي، فهنا هيبدا يعشق بره الكونتاكت فما تقدرش تشيل. انا هحتاج الوودن ويدج انت في حالات الديب مارجن، لما يكون عندي المارجن بتاعت حصل لها ديتشنج يعني حصل لوس للسيرفايكال انامل، او زي ما انت شايف في الصوره هنا المارجن بتاعتي الريجولر، فانا هبقى محتاج ان انا ابدا اعمل انجيجمنت للمارجن، ان الوجه ده لازم يكون عامل لي سيل كويس، لازم
احاول اعمل سيد المارجن عشان لما اجي ابني المارجن. احنا اتفقنا الودج ده من فوق كده اناتوميكال يعني واخد شكل ايه، واخد شكل الوول بالظبط. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه في الحاله زي دي مثلا لما يكون عندي ديب مارجن في يعني فير ديب مارجن، وانا مفيش باند تنزل لي هنا لان اوريدي الباند نفسها كونتورد، والوول اللي عندي او الفلور اللي عندي هي هيزي اصلا او حتى مش ستريت، فالباند هيحصل لها ريلابس او هيحصل لها كولابس. فانا اوريدي عايز حاجه اناتوميكال تنزل هنا ابدا ارسم عليها او ابني ابدا ابني الوول من تحت. طب ايه الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ابني عليها كومبوزيت من المكان ده؟ هو الدايموند ويدج. يعني بص مثلا الحاله دي تبدا تبني الكومبوزيت هنا في المكان ده علشان تبدا ترفع المارجن. ده لما يكون حاله فيري ديب مارجن في خطوه اسمها ديليد ماترزنج. يعني هتلاقي الحاله دي بالتفصيل في المحاضره بتاعتي المره اللي فاتت في المؤتمر الاول، هتلاقيها محاضره اسمها كومبوزيت از نوت اولويز افن، او ان المفارقه انه برضو السنه اللي فاتت كنت انا اخر محاضره والنهارده في المؤتمر الثاني انا برضو اخر محاضره. طيب حاجه كمان، دايموند ويدجز او باي كلير ويدجز، في ويدج اللي هو الاخضر بيبقى فيه اكستنشن صغير كده، الاكستنشن ده او الويدج ده بنسميه ديب كيرز ويدج. يعني الويدج ده انا محتاجه في حالات الديب كيرز بس، لان انا عايز اعمل انجيجمنت للمارجن كويس. احنا اتفقنا ان الدايموند ويدج مهمته الاساسيه انه يعمل لي سيل. طيب بص على الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، انه انا في حاله انه المارجن عندي فير ديب مارجن، المسافه بين الاسنان بقت او الكونتاكت هنا بقت وايد كونتاكت، او بعد التوث بتاعتي على النيبرنج كونتاكت بقت بعيده، فانا محتاج عشان اعمل تايت كونتاكت ان انا ابدا اقرب المارجنز من بعض. طيب الحاجه الوحيده اللي هتبدا تعمل لي سيل هنا هو الدايموند ويدج، علشان في الاخر انه انت تبدا ترفع المارجن زي الصوره دي تقرب الاثنين من بعض. يعني لو شفت الفرق هنا بين المارجن هنا عند السهم الاسود والنيبرنج كونتاكت هتلاقيه كبير. طيب الحاجه الوحيده اللي واخداني الكونتور بتاع السنه في المكان ده هو الدايموند ويدج، فدي اهم استخدام من دايموند ويدج هو في حالات الديب مارجن. لما انا بقى عندي فير ديب مارجن عايز ابني الكومبوزيت عليه، هنا في الحاله دي انت او احنا عملنا هنا في الحاله دي عملنا اتش بوند للجزء الخارجي من التوث، وبنانا نعمل انجكشن للفلاب الكومبوزيت على الويدج اوفر الويدج. ليه؟ لان الويدج اصلا اناتوميكال واخد الاناتومي في المكان ده. طيب ده الاناتوميكال ويدج. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها فيوجن ويدج. الفيوجن ويدج بتاع الكارتر بيبقى في بالشكل ده. في سيريشنز او خطاطيف، الخطاطيف دي مجرد نفس الفكره، هتحصل لها ريباوند تعدي من الكونتاكت وانس انها عدت، وتبدا تشد الويدج تاني لبره ترجعه تاني مكانه، هتبدا تتفتح كانها خطاطيف بالظبط. برضه نفس الحوار، هتعمل لك ادابتيشن رازر ذان سيبريشن، يعني هتعمل لك ادابتيشن بس مش هتعمل لك السيبريشن. دي حاجه كويسه. لما اتفقنا اللي هيعوض لك السيبريشن، كود السيبريشن اللي بيعملها الودن ويدج هي الرينج. حلو قوي. نروح لنوع تاني اسمه البلاستيك ويدجز، وانا بقول لك ان الانواع دي في بلاستيك ويدجز بتبقى مالهاش اي ريحه اللازمه، يعني يا اما تختار وودن ويدجز يا اما الدايموند ويدجز. يعني ايه؟ يعني هل كل الحالات امشي بيها وودن ويدج؟ لا مش كل الحالات. الحالات اللي فيها ديب مارجن هتبقى محتاج البايو كلير، او اي بايو كلير هي اوريدي البايو كلير هي اللي هتبقى مظبوطه في الحالات دي. عايز تستخدم الجارسون مثلا هتبدا، او الفيوجن ويدجز هتبدا تعوض الفورس اللي انت مش عارف اللي الويدج ما بيديهاش ليك، تبدا تعوضها بالرينج. يعني افضلهم على الاطلاق عشان تبقى عارف انه اخر خطوه تبني بيها الكونتاكت بتاعتك ان يبقى عندك وودن ويدج وباند ورينج. الويدج علشان يعوض لك السبريشن بتاع يعوض لك الثيكنس بتاع الباند، احنا قلنا الويدج هيعمل لك روتيشنال سبريشن، اللي هيعمل لك ترو هورزونتال سبريشن هي الرينج. طيب عندي انواع تانية او اشكال تانية من الويدجز قررنا نقولها علشان الناس تبقى واخده بالها منها لما تيجي تشوف. طيب عندي الالاستيك ويدجز بتاع التور في ام. الفكره كلها ان هي ادابتد اكتر، هي الاستيك هتبدا تشدها وتنزلها في
الكونتاكت. بس برضو نفس الكلام، مش هي تعملك ادابتيشن rather than separation. انا محتاج separation علشان ابدا تاني، كل مره هفضل اقول انا محتاج separation عشان ابدا اعوض ال thickness بتاع البند. طيب ممكن استخدم الالاستيك ويدز ده ان انا اثبت الانتيرور بارت بتاع الايزوليشن. لما اكون عامل مالتيبل كيس ايزوليشن وابقى مثبت البوستيريور بارت بالكام، الانتيرور بارت ممكن اثبته بجزء من الرابر دام شيت من الويب الويدجت، بالويدجت مش الويدج، الويدجت حاجه رابري بتقصها وتبدا تنزلها في الكونتاكت او بالالاستيك ويدج. وفي حاجه تانية اسمها اد اون سيليكون ويدج، بتحط مع الديلتا رينج او الرينج اللي بتيجي مع التور فيم سكشن ماتريكس. بس برضو نفس الكلام، مش عملي قوي او مش هتديك السيبريشن اللي انت عايزه. كمان الحاجات الجديده حاجه اسمها لوسي ويدج، او هو لايت ترانسميتنج ويدج ايا كان نوع الشركه. اللايت ترانسميتنج ويدج فكرته بس ان انا هستخدمه مع كلير ماتريسز زي مثلا تور فيم كلير ماتريكس او البايو كلير ماتريس. فكره اللايت ترانسميتنج ويدج ان انا اقدر في كلاس 2 اعمل كيورنج على الويدج، والويدج يبدا ينقل اللايت، يعدي اللايت عادي خالص للتوف. الحاجه الوحيده اللي هستفيد بيه اللايت ترانسميتنج ويدج ان انا استخدم معاه كلير ماتريكس. حلو قوي. هل في حاجات تانية انا محتاج اعرفها عن الويدج بتاعي؟ في حاجات تانية. احنا اتكلمنا على الماتيريال، اتكلمنا على الفانكشن بتاعت الويدج، عن انواع الويدج. في حاجه انا محتاج اعرفها، محتاج اعرف الويدج هايت، محتاج اعرف في حاجه اسمها تريمنج، امتى اعمل تريمنج الويدج او ان انا اعمل كمان لوبريكيشن. في حاجه اسمها ويدج جارد، وفي حاجه اسمها موديفايد ويدج. خلينا ناخدهم بالترتيب كده، نتكلم على الويدج هايت. الويدج هايت ببساطه يعني ارتفاع اعلى بوينت من الويدج هتبقى فين. احنا قلنا من شويه انه اعلى بوينت في الويدج المفروض تبقى ايكوال او بالظبط جنب السيرفايكال مارجن بتاع التوث او الجنجيفال فلور. يبقى دي اول حاجه لازم اكون عارفها. اي غلط في الهايت، لو انا لما ركزتش في الهايت، عشان كده كنت بقول لك خد بالك في حاجه اسمها ويدج تراي ان، يعني لازم اعمل تراي ان للويدج قبل ما اركب الباند. ليه؟ علشان نشوف الليفل او الهايت بتاع الويدج فين بالظبط. اي جزء من الويدج اعلى من السيرفيكال بارت بتاع الكافيتي او الجنجيفال فلور هبدا اعمل له تريمنج. طب ايه اللي هيحصل لو انا عملت، لو سبته زي ما هو؟ يا اما هيبدا يحصل ديفورميشن في الباند فتبدا تغير لك شكل الكونتاكت اصلا، يا اما هيبدا ينقل لك الباند مور اوكلوزال، تبدا سوري الكونتاكت مور اوكلوزال، هيبقى عندك الجنجيفال امبريجور اوسع من الانسايزر او الاوكلوزال امبريجور، وبالتالي يبدا يعمل فود امباكشن ويبقى يحصل فود امباكشن، يبدا يحصل بقى سكند كيرز وكل الخطوات بتاعه الاوفر هانج. كويس. يعني في الاخر احنا متفقين ان الهايت يبقى الهايت بتاع الويدج قصاد الهايت سوري الجنجيفال فلور. في حاجه اسمها ويدج جارد. يعني ويدج جارد يعني الويدج بتاعي بيركب فيه جزء ميتال علشان يبدا يعمل بروتكشن للنيبرنج انامل او النيبرنج توث في حاله لو انا عندي كلاس 1 كلاس 2 في توث واحده بس، مش باك تو باك، مش ديستال كافيتي في سنه وميزال كافيتي في النيبرنج توث. لا، انا عندي توث او في كونتاكت عايز ابدا اعملها جاردنج او بروتكشن. ويدج جارد بيجي مع بيركب على الويدج العادي خالص، مش الويدج بتاعنا العادي، لا بيركب مثلا زي مثلا البالون اند ويدج، هو جزء ميتال راكب اصلا في الويدج او بتركبه في الويدج. فكرته الاساسيه ان هو يبدا يعمل جاردنج للنيبرنج توث او النيبرنج انامل عشان اعمل بروتكشن للكونتاكت. طيب انا مش عايز اجيب ويدج جارد، انا مش معايا اجيب ويدج جارد او مش عايز اجيب، هل في تريك ممكن استغني بيها عن الويدج جارد؟ في تريك ممكن استغني بيها عن الويدج جارد. طيب الحاجه المهمه، انا ممكن استخدم اما سلوماير باند او ممكن استخدم سكشنال باند ومعاها ويدج في الاول خالص عشان اعمل بروتكشن للجنجف سوري بروتكشن للنيبرنج توث. فكره ان انا اعمل بروتكشن للنيبرنج توث علشان وانا بعمل دريلنج او برسم الكافيتي او بعمل فينشنج للكافيتي بتاعي في كلاس 2 ما يبداش يخبط لي النيبرنج انامل. لو خبط النيبرنج انامل فانت اوريدي بوظت الكونتاكت من الناحيه الثانيه. الباند ممكن تستخدم سكشنال باند العاديه خالص في الاول خالص انك تعمل الكافيتي، او ان انا استخدم الفلوماير. امتى اعمل تريمنج للوجه وامتى او ان انا اعمل له لوبريكيشن؟ يا
في حالات كتير تيجي تعمل انسيرشن للويدج، تلاقي الويدج بيتحرك على الرابر دام فيعمل فولدنج، بدل لو انت مدخله بقل مثلا يعني هيعمل فولدنج، هيجمع الرابر دام شيت قدامه كده، وتلاقي بعد شويه لو سبته الرابر دام شيت يقوم مرجعه لك تاني. الحاله دي ممكن اعمل لوبريكيشن. لوبريكيشن يعني ايه؟ يعني اجيب صابون سائل واحطه او ليكويد سوب احطه على الويدج بتاعي وابدا اعمل له سلايدنج عشان يسهل فكره ان الويدج بتاعي يعدي على الرابر دام شيت. دي سوري دي اللوبريكيشن. التريمنج لو عندي الويدج بتاعي تاني، لو عندي الويدج بتاعي كل شويه بيخبط بيجمع الرابر دام شيت قدامه كده والرابر دام شيت بيزقه، في الحاله دي انا محتاج اعمل تريمنج للتب بتاعت الويدج. طيب في حالات تانيه تيجي تحط الويدج، الويدج يتزحلق ويرجع تاني من غير اي حاجه، فانا ساعات او ما بيدخلش بيدخل بصعوبه، فانا محتاج اعمل له لوبريكيشن. اعمل له لوبريكيشن ليه؟ بليكويد سوب. الحاله دي اللي تحت الصوره من ستايل ايطاليانو، الحاله دي التب بتاعت الويدج بتعمل فولدنج للرابر دام شيت قدامها، وبالتالي الرابر دام شيت ده له ريتراكشن فورس يبدا يزول لك الويدج تاني يرجعه. الحل ان انا ابدا اعمل له تريمنج، ان انا اقص التب بتاعته. او دي حاجه ان انا ممكن الويدج بتاعي صعب ان هو يعمل له انسيرشن في الكونتاكت، سواء بعمل بري ويدجنج، بعمل ده كله المفروض ان انا بعمل بري ويدجنج في الاول، اعمله بليكويد. في حاجه اسمها كاستمايزد ويدج. يعني ايه كاستمايزد ويدج؟ يعني انا بقى عندي كافيتي، الكافيتي ده لازم اعمل كاستمايزيشن للويدج اللي انا هشتغل بيه. كاستمايزيشن ده بعمله للاثنين، للاناتوميكال ويدج اللي هو البايوكلير ويدج او الدايموند ويدج والوودن ويدج. طيب خلينا ناخد الكاستمايزيشن، او ازاي بعمل كاستمايزيشن للوودن ويدج. الحاله دي مثلا انت شايف ان الويدج بتاعك دخل، او سوري انت شايف هنا ان المارجن باين. طيب في الصوره الثانيه انت شايف مش شايف المارجن. ليه مش شايف المارجن؟ لانه اوريدي الويدج فوق المارجن، فانا هنا محتاج اعمل تريمنج ان انا اقص الويدج من فوق. طيب عشان الويدج يبقى بالمنظر ده، الويدج بالمنظر ده اسمه كاستمايزد ويدج. طيب هعمله ازاي كاستمايزد ويدج؟ عندي اكتر من طريقه. الطريقه الاولى وهو في الكافيتي اصلا عامل بيه بري ويدجنج، ابدا ان اجي بفينشنج بير يكون سموث فينشنج بير، ابدا اتحرك على الهايت بتاع الويدج عشان انزله. علشان الهايت ده المفروض انا بنزل او بعمل تريمنج بنزل الهايت ليه؟ عشان الهايت ده اعلى من جينجيفال فلوت. يبقى ده اول طريقه ان انا الويدج بتاعي اصلا هو الكف. الطريقه الثانيه انا راجل بخاف، اهو مشال الويدج بتاعي اعمل له تريمنج بالكونترا والويدج في ايدي بره البيشنت ماوث. طيب في حاجه كمان، بلاش تستخدم بليد، بلاش تستخدم مشرط عشان ممكن تعورك. ممكن تجيب الهاند سكيلر او برودنتال كيوريت، ممكن تجيب هاند سكيلر او كيوريت تبدا تعمل بيه تريمنج، او لانسيت انك تبدا تعمل تريمنج من الهايت، تبدا تشيل الهايت. ده الكستمايزيشن بتاع الودن ويت. عشان في الاخر عملت له كستمايزيشن ليه؟ لان الهايت بتاعته اعلى من الجنجيفال فلور بتاعت السن. بس في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها، انت مش مجرد انك عملت ظبطت الهايت، انا لازم الويدج بعد ما عملت له تريمنج يكون لسه عامل سيل، يبقى لسه عامل ادابتيشن على السن، انه لسه ستيل في مفيش سبيس بين الويدج وبين ال2. طيب الكستمايزيشن اللي بعمله في الدايموند ويدج، هذه الديب مارجن، لو انا الويدج بتاعي بيدخل بس لسه في سبيس او بيتشنج زي ما انت شايف في الصوره هنا، في سبيس الرابر كان شيت باين بين التوث وبين الدايموند ويدج، هبدا اعمل له كستمايزيشن. انا محتاج هنا ايه الويدج ده يعمل ايه؟ انه يبدا يعمل انجمنت المارجن، اعمل سي مع المارجن. السي هنا هعمله بايه؟ هبدا ان انا اعمل كاستمايزيشن بالكافلون. الكافلون يعني ايه؟ انه انا ابدا ازود كافلون على الويدج علشان ازود الويدس بتاعه. الويدس هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي سيل زي ما انت شايف. طيب الصوره بس عشان الناس هتتكلم، المفروض لما اجي احط تافلون على الويدج هحط تافلون على الجزء من اول الاصفر كده، او سوري السهم الاسود اللي هو الجزء اللي مش عامل فيه سيل. يعني ايه؟ يعني مش المفروض احط تافلون على كل الويدج بالمنظر اللي انا عامله ده. ليه؟ علشان هنا انا غيرت السايز بتاع الويدج، ممكن ياثر لي ان الهايت بتاع الويدج هنا في المكان ده، في المكان الاول اللي كان هنا اللي كان عامل سيل اصلا يكون اتغير. طيب ده الكستمايزيشن. في خطوه او في حاجه اسمها بري ويدجنج. يعني ايه بري ويدجنج؟ في حالات كلاس 2 المفروض ان انا اعمل بري ويدجنج، ان انا ابدا اعمل انسيرشن للويدج بين التو تيث قبل ما ابدا اعمل كافيتي خالص. الويدج ده مهمته ايه هنا؟ كومبريشن للجنجفا، بروتكشن للسيرفايكال انامل، ويبدا يعمل سلايد سيبريشن بين السنتين علشان اقدر اعمل الكافيتي بتاعي. طيب
ريويجن بعمله في حالات ان انا عندي كلاس 2 بس. في حاجه كمان، ايه الحاجه كمان؟ لما تيجي في حاجه اسمها ان انا اعمل تيست للكونتاكت قبل ما اعمل حتى لو مش عندي كلاس 2، بعمل تيست للكونتاكت علشان وانا بعمل انسيرشن للرابر دام لو انا بعمل مالتيبل ايزوليشن. بعمل تيست للكونتاكت ازاي؟ بفلوس قبل ما اركب رابر دام. لو الفلوس بتاعي عدى سهل بتوين الانتر بروكسيمال اريا عدى سهل، فمعناه ان الرابر دام شيت او السته بتاعت الرابر دام هتنزل سهله في المكان ده. طيب لو جيت بعمل انسيرشن للدنتال فلوس واتقطع وانا بعمل كل ده، انا بعمل لسه بعمل تشيك او بجرب الكونتاكت دي، بعمل الكونتاكت دي الاول، بعمل ايفالويشن للكونتاكت قبل ما اركب الرابر دام شيت. لو جيت بنزل الفلوس واتقطع معناه ان الكونتاكت هنا فيري تايت. معناها ايه؟ لما اجي انزل الرابر دام شيت السبته هتتقطع. الحل ان انا اعمل بري ويدجنج في المكان ده، احط وودن ويدج. انا بعمل بري ويدج في الوودن ويدج. يبقى البري ويدجنج بعمله بالوودن ويدج علشان يبدا يعمل لي سيبريشن. حلو قوي الكلام ده، انت عمال تقول كلام حلو وجميل وزي الفل. طيب انا مش هسمع كلامك، ايه اللي هيحصل لو انا ما استخدمتش الويدج المفروض استخدمه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه الكارثه اللي ممكن تحصل؟ اول حاجه لو الويدج هايت بتاعي عالي هيعمل لي ديفورميشن في الباند، وبالتالي يغير شكل الكوانت. المفروض ما بقاش عامل لي ديفورميشن في الباند. طيب لو عامل لي ديفورميشن في الباند هتلاقي في الاخر شكل الكونتاكت مش ظريف زي ما انت شايف في الصوره دي. يعني هو عامل سيل كويس بس الهايت بتاعه عالي، فبالتالي شكل الكونتاكت اتغير او شكل الوولز اتغير. يعني تاني الويدج بتاعي المفروض يبقى عامل سيل كويس والهايت بتاعه قصاد بالظبط الجنجيفال فلور بتاعت التوش. لو انا غيرت شكل المارجن او شكل الويدج بدل ما هو المفروض البيز تحت، لا غيرت البيز بالعكس، ابدا يحصل ديفورميشن وبالتالي ابدا يغير لي برضه شكل الوول. في حاجه اسمها دبل ويدجنج. دبل ويدجنج يعني ايه؟ يعني انا احط ويدجين. الويدجين دول المفروض ان انا احطهم قصاد بعض. امتى الكلام ده؟ في حالات عندي كونتاكت لوس بتوين الكراين والاور فيرست مولر، دايما بتبقى المشكله هنا ان الكونتاكت بتاعت المكان ده ما بتبقاش احسن حاجه. فالباند بتاعتك ما بتبقاش عامله سيل كويس لان الوول نفسه كونكيف بتاع الاور فور. طب الحل ايه؟ الحل ان انا ابدا اعمل انسيرشن للويدج عادي خالص زي ما كنت بعمل. طب لما تيجي تعمل انسيرشن للويدج من البكر هيبقى عامل سيل واقف في النص هنا، في النص بالظبط، مش هيبقى معدي. لو حتى لو عدى هيفتح لك الكونتاكت من فوق. فالحل ان انا اعمل دبل ويدجنج. دبل ويدجنج يعني ايه؟ يعني اعمل ويدج بكل ويدج لينجوال هتقابله في النص يبدا يعمل لي سيل كويس. دي خطوه الدبل ويدجنج خاصه اكتر بالكونتاكت اللي بتوين الكناين والابر فيرست مولر. طيب في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه اسمها ممكن اعملها في الحركه دي او ممكن اعملها في الكونتاكت دي اللي بتوين الابر فيرست مولر والكناين، اسمها ويدج ويدجنج. يعني ايه ويدج ويدجنج؟ يعني انا اوريدي عندي الويدج هبدا اعمل له ويدجنج اهو. طيب ازاي؟ المفروض ان انا الويدج بتاعي عامل سيل بس مش تايت سيل، او في جزء من اللي احنا اتفقنا الشكل الكونتاكت اصلا او شكل الوول هنا الميزال سيرفس بتاع الابر فور المفروض في فلوتنج، يعني الجزء بتاعي كونكيف، المكان ده كونكيف ده طبيعي خالص. المفروض هبدا احط تو ويدجز قصاد بعض زي ما قلنا هعمل دبل ويدجنج، او ان انا اعمل ويدج ويدج. يعني ايه ويدج ويدجنج؟ يعني احط ويدج الاول يعمل لي سيل للبان وهو مش عامل تايت سيل، ده الويدج الاولاني، وبعدين هبدا احط ويدج راسي من فوق، احط ويدج هورزونتال، وبعدين احط ويدج راسي بين الويدج الاولاني وبين الباند عشان يبدا يعمل لي كومبريشن او ادابتيشن للباند على المكان ده في الابر فور. دول الاثنين دول خاصين بالابر فور. طيب في حاجه اسمها بيجي باج ويدجنج. يعني ايه بيجي باج ويدجنج؟ يعني الكونتاكت عندي بدات وايد شويه، يعني السنتين بعدوا عن بعض، حصل جنجيفال لوس او حصل انتر دنتال سبيس كبير، فانا مش عارف اعمل ويدج واحد لا يكفي، انا محتاج اكتر من ويدج. في الحالات دي ممكن اختار حتى اب تو 3 ويدجز. يعني هنا اب تو 3 ويدجز بس لحد فين؟ لو حاله زي ما انت شايف كده باك تو باك، يعني تو اوبوزيت كافيتيز، هبدا احط الويدجز دي ان انا هبني وول واحد او توس واحده الاول، بعدين هبدا اتعامل مع الوول الثاني بشكل تاني. ده في حالات لو عندي جنجيفال ريسيشن او حصل بون لوس او ان السنتين دول اصلا في سبيس بينهم ويدج واحد مش هيقدر يعمل لي السيل. ده اسمها بيجي باك.
انت بقى انت عمال تقول لي دلوقتي الويدج وباند ويدج ورانك. طيب امتى في حالات، هل في حالات ممكن اخر الويدج اصلا، يعني ممكن اركب الباند بس؟ اه دي خطوه اسمها ديليد ويدج، زي ما كنت قايل لك من شويه في حاجه اسمها ديليد ماترسنج، في حاجه اسمها ديليد ويدج. لما اقول ديليد ويدجنج معناها ان انا هاخر البليسمنت بالويدج لحد ليفل معين. خلينا مثلا ناخد الديست دي، لو بصيت هنا الديستال بتاع الكور 5 ده، الرابر ده مشيت اصلا فوق المارجن، فانت مش شايف المارجن دي فين اصلا، فانت اوريدي مش هينفع تحط ويدج، او ممكن تحط ويدج اللي هو البايو كلير ويدج، بس انا هحط بايو كلير ويدج ابني عليه؟ لا، هبدا اتعامل مع التوث دي ان هنا في ديتشنج، او ان التوث دي المارجن دي ديب مارجن، فانا هبدا اول حاجه ان انا اظهر المارجن دي، اشوف المارجن دي فين. وبالتالي الاختيار دايما على صديق دكتور الاسنان اللي هو دايما التفلون. ليه التفلون في الاماكن دي؟ لان التفلون نفسه هيدروفوبيك. يعني ايه هيدروفوبيك؟ يعني بيكره الميه. لما ابدا اعمل رولينج للتفلون واتعامل معاه ان هو ريتراكشن كورد عادي، وابدا احطه على الكافيتي او الوول اللي مش عارف اعمل فيه انفيرجن، يعني اللي انا مش شايفه، طب اوريدي انا عملت الحركه دي، وبعدين ابدا دلوقتي انا محتاج المارجن بتاعتي بعيده، فانا لو جيت احط الويدج، الويدج هيبقى اعلى من المارجن. طب انا عايز دلوقتي ابني المارجن دي لليفل اعرف احط فيه الويدج. وبالتالي كان الاختيار في حاله زي دي، بنتكلم ان كل حاجه، لا كل حاله لها تريك لوحدها، مش لازم مش هينفع استخدم دي في كل حالات. كان الواقع هنا او الاختيار، واقع الاختيار هنا على السادل ماتريكس. السادل ماتريكس عشان تعمل لي انجيجمنت المارجن، او تعمل لي سيل كويس مع المارجن. وبالتالي انا اخرت البليسمنت بتاع الويدج لحد ما ابدا ابني او اعمل اليفيشن للمارجن. لو بصيت هنا للصوره دي هتلاقي كل ده المارجن اللي انت بدات تعمل لها اليفيشن. وبالتالي الجزء ده سبيس كافي او هايت كافي ان انا ابدا احط الويدج بتاعي في خطوه الديليد ويدج. حلو قوي. في كونسبت مهم جدا اسمه سيل بيفور يو فيل. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الوجه بتاعي يبقى زانق الباند في التوث والرنج موجوده علشان يبدا يعمل سيل. سيل يعني ايه؟ ما يبقاش في سبيس بين الباند وبين التوث. احنا قربنا نخلص. يعني ايه؟ يعني اول حاجه لازم اعمل ويدج تراي ان، هعمل بعدها اشيل الويدج واعمل باند تراي ان عشان اشوف الباند هايت، ده حوار تاني في كلاس 2. الويدج بتاعي احنا قلنا الهايت بتاعه اعلى حته في الويدج تبقى قصاد الجنجيفال فلور بتاع الكافيتي بتاعي، عشان ما يعملش ديفورميشن في الباند، وعشان ما يغيرش شكل الكونتاكت بعدين، او يزود لي السايز او الشيب بتاع الجنجيفال امبريشن. يبقى لازم اعمل سيل كويس، حاجه اسمها سيل بيفور يو فيل. يعني لازم تتاكد ان كل حاجه عامله سيل، الويدج بتاعك مع الباند عامل سيل كويس على التوث، علشان ما بقاش فيه سبيس. السبيس ده لو فيه سبيس، او الويدج مش عامل سيل وفي سبيس موجود، هيبدا يحصل اسكيب للكومبوزيت، خصوصا في لو الكومبوزيت هيعدي تحت الباند، وبالتالي يعمل لك اوفر هانج. الشكل النهائي المفروض اشوفه في حالات كلاس 2 هو الشكل اللي جاي ده، انه انا عندي باند ويدج ورينج خلصتهم عشان يبنوا لي وول. الوول ده معتمد انه ثيكنس معين، وبالتالي لما تيجي تشتغل كلاس 2، نصيحه من اخ، نصيحه لما تيجي تشتغل كلاس 2 واخترت كل حاجه وخلاص وجربت وبنيت الوول اللي انت المسد عندك، بنيت الكونتاكت خلاص عايز اكمل الكاف، لما تيجي تكمل الكاف دي لازم اول حاجه تشيلها الرنج. لازم تشيل الرنج. ليه؟ لان الرنج هتضيق لك مجال الرؤيه اللي انت شغال فيه. طيب الحاجه الثانيه، هبدا اشيل الباند، انا لسه ما خلصتش الكاف دي. يعني لو في الصوره اللي انت شايفها دي، الكاف دي بتاعي لسه، بس انا جاست بنيت المسد وول عشان اعمل الكونتاكت بس، فانا محتاج اشيل الباند واشيل الرنج عشان يبقى عندي انف سبيس ان انا ابقى شايف او عامل كنترول على التوث، عشان لو هرسم اناتومي بتاعي. النقطه الثالثه المهمه، انت قلت دلوقتي ويدج وباند ورينج، فلما جيت اشيل شلت الرينج وبعد كده الباند او الماترس ايا كان يعني اسمها، الباند والويدج، الويدج يلا شيله. لا، اوعى تشيل الويدج في الحاله دي. ليه ما اشيلش الويدج؟ لان انت لو فاكر ان الويدج نفسه عامل كومبريشن على الجنج، ففي حاله الديب مارجن لو انت حاطط الكلام ده عامل جنج فيكتوري وضغط الودن ويدج على الجنج، فضغط الودن ويدج على الجنج مجرد بس انك تشيل الويدج هيحصل ريباوند تاني للجنجفه، وبالتالي بنسبه كبيره بيحصل بليدنج. فنصيحه في حالات كلاس 2، نصيحه في حالات كلاس 2،
بنيت المول خلاص، ابدا شيل الرنج وشيل الباند بس، ما بتشيلش الويدج، سيب الويدج اخر حاجه بعد ما اخلص، خلصت كومبوزيت وخلصت كل حاجه، هبدا ساعتها اشيل الويدج. كده محاضرتنا خلصت، شكرا جدا ليكم على وقتكم، اتمنى ما نكونش سهرناكم. اتمنى يعني ده الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب تشانل اطلع عليها المحاضره القديمه اللي بتاعت السيزون 1 اللي هي كومبوزيت از نوت اول زفان، فيها تريكس كتير هتعجبكم. اللي عايز يتواصل معايا اهلا وسهلا بيكم. الويدج هاو الويدج بروتكت سرفايف، بروتكت سرفايف انامل، وجود الويدج في حالات ان انا بعمل بري ويدجنج اصلا، وجود الويدج في الاول، ان البير بتاعي السترايك انامل في معظم الوقت ما بقاش سبورت او ما بقاش سبورت اصلا بدنت، فبيبقى سهل يتكسر. فكره وجود الويدج تحته هتبدا تسنده ان هو ما يتكسرش. طيب السؤال الثاني من دكتور دنتست اليكس، واي يو ساد ماتريكس نوت دايموند ويدج فور مارجن اليفيشن. الاليفيشن خلينا، انا قلت ثاني كل حاله لها السيناريو بتاعها والطريقه بتاعتها. انا شفت وقتها ان السادل هتبقى احسن في الحاله دي. في حالات تانية لو جيت لو رجعت المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي هي الكومبوزيت از نوت اول زفان، هتلاقي في تريكس في حالات تانية. لو اكتشفت ان كنت عامل ريستريشن تو ثيك هتتحل ازاي؟ دكتور محمد منصور معلش انا مش فاهم قصدك، معلش يعني ايه الريستريشن تو ثيك؟ الكويز يا دكاترة هيبقى على صفحة بيبو دانت. احمد ابراهيم عثمان دي حاجه تشرفني وتسعدني والله ان انا اكون معاكم الثالثه ورابعه وخامسه، يعني شكرا جدا ليكم. شكرا جدا جدا لكل حبايبنا في العراق. انا معاكم لو حد لسه عايز اسئله، مش عايز اسئله ممكن يبعت لي اي حاجه على زي ما هو عايز في اي مكان. اتفقنا اللينك بتاع الكويز هتلاقيه موجود على صفحه بيبو دانت، والمفروض ان هو الكويز من الساعه 12 للساعه 1، مده الكويز 100 ثانيه بس، 100 ثانيه كل سؤال واخد 20 ثانيه وما خمس اسئله، وان شاء الله يبقى الموضوع سهل ولذيذ ليكم. حتى الان انا معاكم، لو لسه حد عايز حاجه، لو مفيش حد عايز حاجه او خلاص ممكن نختم وشكرا، واسيب المايك لي ليف تو جيف عشان يستمتعوا معاكم باخر يوم. شكرا دكتور علاء. دكتور علاء ممكن اشتغل بالفومير ماتريكس مع الكومبوزيت؟ ابسولوتلي لا، مستحيل يكون لا. ليه لا؟ لان الفومير هتعمل لك ستريت كونتاكت وانت مش عايز ستريت كونتاكت، في حين ان الكونتورد ماتريكس او السكشنال او السادل هي كونتور، فبقت ترسم لك شكل الكونتاكت بالظبط. التوفلوماير ممكن استخدمها ان انا اعمل مدفعه توفلوماير بيها في ديب مارجن اليفيشن، او ان انا اعمل سيرفايكال بيلد اب في حالات كلاس 5. غير كده التوفلوماير مع الكومبوزيت لا. دكتوره اسراء لازم احدد جنجيفال امبريجو بالاكس راي، مش لازم اجرب الوجه وخلاص؟ ممكن، ما هي دي طريق، مش فكره انه الاكس راي لازم، لا عادي خالص، بس انا بقول لك انه في طريقه ان انا ممكن اعمل الكلام ده بالاكس راي، بس طبيعي لازم تعمليها. طيب جزئيه البيجي باج ويدج دكتور كريم، هي الفكره كلها ان انا استخدمت اكتر من ويدج لو انا عندي الكونتاكت بعيد عن بعض تو كيس، او عندي دايستما كبيره شويه، مش دايستما، خلينا نقول سبيسنج في بوستيريور تيف كبير شويه، فانا الويدج واحد مش هيقدر يعمل لي سيف كويس، فانا مضطر احط ويدجين جنب بعض اسمها البيجي باك. دبل ويدج سيبريشن دون ات افكت ذا بورتال ليجامنت؟ لا مش بالقدر اللي انت متخيله دكتور احمد. لو معاك سنه فيها الديستال واللينجوال مكسورين عندك طريقتين، لو المارجن نفسها اللينجوال سوبرا جنجيفال فوق الجنجيفا ممكن تبنيه فري هاند، ممكن تبنيه بالسادل، ممكن تبنيه بالتوفلوماير، بس ما تبنيش الديستال. الديستال هتبقى محتاج حاجه كونتورد. دكتور ماريو هارون
افضل كابنج وافضل بيز تحت الكومبوزيت الدنتن، يعني اهم حاجه احسن حاجه تحت الكومبوزيت هو الدنتن، يعني الدنتن از ذا بيست سيمنت ماتيريال، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اعتمادك على فكره انه البوند بتاعك سيلف اتش يونيفرسال بوند، هتعمل توتال اتش ولا لا. في حالات كتير انا بالنسبه لي عشان شغال يونيفرسال بوند مثلا او سيلف اتش بوند، ما بحطش حاجه تحت الكومبوزيت الا في حالات لو انا عندي دايركت بالب كابنج او هعمل اندايركت بالب كابنج، ساعتها هحط ام تي اي كفرد باي سيراكال او ريزم الفات جلاس انيمر، او لو في حالات الاندايركت بالب كابنج هحط سيراكال بس اللي هو الكالسيوم سيليكيت.